فرحانة بشوية عيال دهنين نفسهم زيت. إذا كان عاد زيت خير ربنا كتير. المهم مش الزيت يا رحاب، المهم الرجالة اللي بتدين. يا في حاجة يا أمه؟ العيال دي غلطوا فيا. الواد ده معاهم؟ الواد ده ضربني. ولو أنا دخلت هيضربني. الناس في بيتنا يوم عيد شكلك غلطانة. يا واد اتنحرن يا واد، بقولك العيال دي غلطوا فيا. شكرا شكرا، مرسي مرسي. انت عارف لو جيت هنا تاني يا ابن الصرمه. يا ابن الصرمه دي قديمه قوي. قول يا ابن الشوز يا ابن السابوه والنبي اعمل حاجه. معلش في فرده الكاوتش الشمال ممكن اجيبها؟ لو راجل خش هات ده. لو بقى باي باي. غو ميكروباص. ها كنت فين يا ولد؟ ها ده اخر مره وانا بالعصايه على ام راسك هدغدغها. كنت فين يا ولد؟ ها استنوا بقى، انا هقول لك على كل حاجه فيه. اتفضل. احنا كنا قاعدين لقينا الباب راح مفتوح وراح داخل استاذ ملواني. واحنا قاعدين وبعدين قلع القميص يا بيه. واحنا قاعدين واحنا اتخضينا بقى، لقيناه راح قلع البنطلون. بيقلع لنا البنطلون يا بيه. مدرس بيقلع لنا البنطلون في الفصل يا بيه. واحنا صغيرين ما نعرفش حاجه يا بيه. شريف الحكومة حكومة كافرة فاسخة وداعرة. يعني انت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تنفذ كل اللي هنقول لك عليه؟ رقبتي انا من ايدكم دي لايدكم دي. يعني مش خايف من الحكومة؟ انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالايمان. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. اخ شريف. ايوه. جات اللحظة اللي القدر اختارك ليها عشان تقدم أكبر خدمة للأمة الإسلامية كلها. طبعا طبعا. إيه اللي بيلفوح حوالين وسط ده؟ هذا حزام ناسف. حزام إيه؟ ناسف. ناسف ناسف يعني؟ إحنا واثقين من إيمانك، متأكدين إنك مش هتتردد إنك تضحي بروحك من أجل الأمة الإسلامية كلها، والشهادة هي المكافأة الكبرى التي ستنالها بمشيئة الله. أنت مكانك مش هنا. أمال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وأنتوا هتقعدوا هنا تحت وأنا هطلع فوق لوحدي؟ أيوه. طب ما تطلع انت فوق وانا استناك هنا تحت. هذا قدرك. تعالوا. لا مفيش حاجة، دي زلطة بس كانت محشورة في الجزمة. هو كان يجرؤ. أيوة.
في ايه؟ انتوا ايه؟ واحنا مين؟ ودول ايه؟ ودول ايه؟ احنا انا تعبان، انا من دي وتعبان، انا عايز اعرف في ايه. الراجل قال لك ما تعرفش. ما تعرفش ايه؟ ما اعرفش ازاي انا؟ امال مسؤول ازاي؟ مش الراجل ده مثقف؟ المفروض يعلمنا انا. المفروض. امال ايه اللي بيعمله ده؟ ياهو ياهو، الله يستر على عرضك، يستر على حماتك. بيتك يا بختك، بيتك يا بختك يا اخي، يا عمي يا عمي. اوه يا عمي يا عمي.